إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا بكم من جديد أعزائي في نصائح وتدابير منزلية. غادي نبدأ بأول نصيحة ديال اليوم، هو مشكل المداد أو الحبر على الملابس أو على الحائط اللي سبق لي تكلمت عليه، وغادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف اللي بغى يرجع يشوفه. ولكن كانت نصيحة يعني عابرة مع النصائح، لذلك دخلوا عندي بعض الأخوات تواصلوا معايا وطلبوا مني نزيد نفسر لهم ونعطي لهذا المشكل الحق ديالو، بحيث كيعانيوا منه شريحة مهمة من النساء. وانا اليوم غادي نلبي الرغبه ديالكم طبعا، وفي الاعاده افاده دائما. المشكل ديال المداد او الحبر على الحائط او الملابس، ما عليك الا بمعجون الاسنان. الاسنان المعجون الاسنان العادي اللي ما فيه حتى شي خط راه رخيص في الثمن، بحيث كنخليوه مثل هاد المشاكل هادو. ان شاء الله مازال نذكر لكم ان شاء الله الاستعمالات اللي كنحتاجوا فيها هاد معجون الاسنان هذا. المهم دابا غادي نشرح لكم على الحائط، على الملابس. الملابس كتثبتي على البقعه اللي عندك فيها الحبر، كديري عليها داك معجون الاسنان وكتخليه واحد المده. من بعد كتجيبي الشيسه ديال الاسنان اللي كنخليوها غير هاد الاستعمالات هادو، كتبقي تفركي بها ديك البليصه هذيك ديال الحبر، كيزول بسهوله، ما كت ويكون معاها شويه ديال الماء سخون باش كتزول الطبعه. اما الحائط كيبقى على النوعيه ديال الصباغه ديال الحائط، باش غادي نكونوا واقعيين. يعني غادي نعطيك انا استعمالات وانتي غادي تجربيهم، وعندهم يعني عندهم المفعول ديالهم، وغادي تجربي على حسب الصباغه اللي عندك في الحائط. اول استعمال شنو هو؟ غادي تستعملي في الاول هذا المعجون هذا اللي هضرنا عليه ديال الاسنان. الا ما زالكش المداد اللي في الحائط، كديري لالاك ديال الشعر، لالاك اللي كنديروه للشعر راه رهيب، كيحيد الحبر بكل سهوله. يعني ما كتزيديش عاد معاه لالاك ديال الشعر لمثبت الشعر، يعني راه معروف اللي عندها تستعملو، واللي ما عندهاش الا كان عندها شي ديودورون من اي نوع تجربو. يعني حتى هو شي مره كيكون عنده فعاليه، ولكن هاد لالاك ديال الشعر عنده يعني ما يعني مجرب ومعاود لهاد الاستعمالات هادو. وكنظن انني عطيتكم هاد البدائل هادو اللي ما غاديش يخلي عندكم اي مشكل ويهنيكم هاد المشكل بصفه نهائيه. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان باش ما تقوليش راه ما عطيتيش الحق ديالو. المهم انا هضرت لكم بالتفاصيل، وندوزو ان شاء الله النصيحه المواليه. النصيحه الثانيه وهي شي طبعه ديال الزيت. حتى هاد المشكله هذا كيلقاوه بعض العيالات، في كتكون شي طبعه في المنديل او ديال الطبله او في الملابس ولا من هاد القبيل. ما عليك الا تعملي على المكان اللي فيه الزيت، كديري عليه عندك النشا كديريه، عندك غبرات الاطفال كديريها، عندك الفورس يعني الطحين ديال الفورس كديريه. يعني كتجيبي هاد الانواع هادو ديال الغبره، كيمصو الزيت، كتثبتيهم على ديك البقعه، كتخليهم واحد المده عاوتاني. ومن بعد كتجيبي عاوتاني الشيته ديال الاسنان اللي قلت لكم كتخليوها لهاد الاستعمالات هادو، كتجيبيها وكتفركي ديك البليصه هذيك، كديريها كتفزقيها بشويه ديك البليصه، كتفزقيها سمحوا لي قبل كتفزقيها بالصابون البلدي، كديري عليها ديك البليصه اللي درتي عليها داك النشا ولا الطالك ولا غبره الاطفال،
كتديري عليها من بعد الصابون البلدي، وتجيبي ديك الشيته ديال الاسنان وكتبقاي كتفركي ديك البليصه بديك الشيته. من بعد كتشديها، كتشدي النوع ديال الثوب اللي عندك فيه الزيت، وكديري في آلة تصبين عادي، كتمشي ديك الطبعه ما كتبقاش. ندوزو الان النصيحه المواليه، الحوايج اللي كيطلقوا الكل كان راه كيطبقها، ما عنديش فيها الشك ان الحوايج ما كنطلقو كنديروهم في الماء والخل المره الاولى ديالهم، كنديروهم في الماء والخل كيترقدوا. ولكن ما كي اللي بغيت نوضح لكم انهم ما كنوليوش نشلوهم في ماء اخر، داك الماء ديال اللي كانوا فيهم ديال الماء والخل ما كنوليش نشلوهم، كيبقاو من داك الماء كنهزوهم وما كنعصروهمش، وكنقلبوهم على الوجه ديال على الظهر ديالهم يعني، وكننشروهم في الظل فقط، ما كيتنشروش في الشمس. عندكم هما والملابس اللي السوداء يعني اللي دغيا كيكشفوا كيفقدوا اللون ديالهم، ما كننشروهمش نهائيا في الشمس، كنديروهم في الظل باش ما كيفقدوش الالوان ديالهم. وحتى الملابس السوداء حتى هي كترقد في الماء والخل، لان يعني هادو معروفين عليهم انهم كيفقدوا اللون بسرعه مع التصبين ومع الشمس. النصيحه المواليه، نمشيو للملابس البيضاء. الملابس البيضاء ولا لي زور بويض ولا اي نوع من المهم عندك في الدار، الا بغيتي ترجع اللون الناصع ديالها ما عليك الا ترقديها مع الماء وخماره حمراء ديال الحلوى. او الاختيار الثاني اللي انا كنستعمله بزاف، او دواء من نوع الباراسيتامول، راه كلشي كيعرفوا اللي كنديروه السخانه والاوجاع، يعني من داك النوع ديال داك الاقراص الفواره، راه يعني انا مي كيدوز الوقت ديالو كيبقى هذا ما كنلوحوش، كنبقى نستعملو لهاد الاستعمالات. الا كانوا عندي مثلا شي حويجات بويض ولا ليزور اللي كنستعملوهم في الصيف، وهذا باش كيرجع ليهم داك اللون ديالهم الابيض اللام، يعني بحال عاد خديتيهم شريتيهم في الاول، كديري لهم هذاك اللي كنديرهم مع الماء، كنخليهم يعني بلا ما تزيدي حتى شي حاجه اخرى، كيرجع ليهم اللون ديالهم الناصع. ونختم لكم باخر نصيحه على المرآة، اللي عنده شي مرآة يعني عزيزة عليه ومن نوع اللي وكانت فيها شي خدوش، هذيك الخدوش هذيك ما عليك الا تستعملي لها حتى هي معجون الاسنان. هاد معجون الاسنان راه عنده واحد المفعول سحري، بزاف د الحويجات يعني كيفكهم بزاف د المشاكل. حتى هو حتى ديك الخدوش اللي في ديك المرآة استعملي لها هاد المعجون الاسنان وما غاديش تبقى ان شاء الله. وهادو هادي هي النصائح اليوم، كنتمنى تساعدكم في تأويل وتدابير المنزل ديالكم، وإلى نصائح أخرى من نوع آخر إن شاء الله.